معاكم فاشنات شمايل القعود، احنا نسوي فوتو شوتس باكمله بكامل ترتيباته مع سبيشال ايفنتس اللي هو يصير شيء غير اعتيادي، اللي انا تعلمته من زين جريت ايديا ان احنا لازم نتعلم من الاشخاص الثانيين، خاصه اذا كانوا من مجال ثاني او اذا كان شخصياتهم مختلفه عن شخصياتنا، منها نتعلم منهم ومنها يمكن يجينا الالهام هم منهم في مجالنا وباشياء ثانيه بعد.